إسرائيل مستمرة بمطاردة قادة الجماعات المسلحة المقربة من إيران من خلال تنفيذها لعمليات اغتيال جديدة اليوم في الداخل اللبناني، وأولى عمليات الاغتيال التي قامت بتنفيذها في الصباح الباكر في الداخل اللبناني. تحدثت عنها العديد من المصادر مثل الفيرست بوست والتايمز أوف إسرائيل. وإسرائيل هنا قامت باغتيال محمد جبارة، أحد أهم وأكثر العناصر الفعالة العسكرية التابعة للجماعة الإسلامية المتمركزة في لبنان، وكانت اللحظات الأولى لاغتياله بهذه الطريقة في الساعة 6:30 من صباح هذا اليوم. تلاحظ ضربة دقيقة مركزة طالت سيارة هذا الرجل كما تلاحظون، وكانت هنالك الكثير من اللقطات لعملية الاستهداف، وهنا نلاحظ أن الضربة دمرت السيارة بأكملها مما يوضح عن دقتها. وكذلك في نفس الوقت إذا ما حاولنا أن نحدد موقع هذا الاستهداف ليتضح لنا طبيعة هذا الرجل وأهميته بالنسبة لهذه الجماعة الإسلامية التي نتحدث عنها، ستلاحظ هنا أولى المعلومات بأنها في بلدة غزة إلى جنوب البقاع في لبنان. نلاحظ بأننا هنا أمام برج أو عمود كما هو ملاحظ، وهذا المبنى فيه نقطة مرتفعة وقرميد باللون الأحمر، وكذلك لوح للطاقة الشمسية ظاهرة من خلال هذه الصورة بالاتجاه الآن بسرعة وإلى القمر الصناعي إلى جنوب البقاع إلى بلدة غزة التي تنتشر فيها عناصر للجماعة الإسلامية. هذه هي بلدة غزة، والنقطة المتشابهة مع تأتي إلى الشمال مع بلدة غزة كما تلاحظون من الشمال من غزة، وهنا تلاحظ ب180 درجة نأتي إلى هذه اللقطة، نأخذ صورة واضحة أوضح من هذه الصورة التي نراها، وسنجد بأنها متطابقة مع ما رأيناه قبل قليل. هذا هو البرج وهذا هو المبنى، النقطة المرتفعة، القرميد، وكذلك ألواح الطاقة الشمسية. ما يوضح أن هذا الرجل كان يسير بهذا الطريق وبعدها جاءت الطائرة المسيرة لتستهدفه، وهذا يؤكد أن هذا الرجل كان في عمق لبنان في البقاع، هو لم يكن على الجبهة الجنوبية لكي تقوم إسرائيل باستهدافه، مما يوضح أهمية هذا الرجل في حقيقة الأمر. النقطة التي استهدف بها هي تأتي تقريبا هنا كما تحدثنا الآن وما حددنا هذا الموقع، وبالتالي هو إلى الشمال من النهر الليطاني. الرجل قالت إسرائيل عنه بأنه تابع للجناح العسكري للجماعة الإسلامية وهي قوات الفجر تحديدا، وبأنه كان مسؤولا عن العديد من الهجمات التي نفذت على العمق الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر حتى يومنا هذا، وكذلك أنه مسؤول عن العديد من الهجمات الصاروخية على إسرائيل، ولديه أيضا تواصلا واتصالات مستمرة مع حركة حماس وكذلك مع حزب الله اللبناني لتنسيق هذه الهجمات. واعتبرت إسرائيل أن عملية استهدافه تقوم بعملية أو تهدف إلى عملية استنزاف قدرات حركة حماس حتى مما تمتلكه من عناصر متحالفة معها في الجنوب اللبناني تحديدا. وهذا الاستهداف طبعا جاء بعده مباشرة استهداف آخر جاء في جبال البطم هنا تقريبا في الجنوب اللبناني في منطقة العمليات التي تبحث إسرائيل من التقدم لها، وهذه الضربة كانت قد جاءت أيضا باتجاه عنصر من حزب الله اللبناني هذه المرة كما تلاحظون، الضربة جاءت بهذه الطريقة. هذه صورة أوضح لطبيعة هذا الاستهداف. الطائرة مسيرة في حقيقة الأمر نوعا ما أخطأت هدفها وضربت السيارة أو مقدمة السيارة، وبعدها تمكن هذا العنصر المستهدف من الهرب من السيارة، ولكن بعدها طاردته الطائرة المسيرة وتمكنت من قتله مباشرة. وأعلن حزب الله اللبناني عن أن حسن علي مهنا هو الذي كان مستهدفا من قبل الجانب الإسرائيلي، وها نحن أمام قادة ميدانيين هم الذين يستهدفون من قبل إسرائيل إن كانوا في جنوب النهر الليطاني أو كانوا في شمال النهر الليطاني. بشكل عام معهد الماء الذي ترونه هنا للبحوث كان قد حدد طبيعة هذه الاستهدافات من قبل إسرائيل، وتلاحظ هنا بأن أغلب الاستهدافات وعمليات الاغتيالات من قبل إسرائيل تأتي في الجنوب هنا باللون الأخضر، هذا هو الجنوب ومنطقة العمليات التي تركز عليها طبعا إسرائيل 247 شخصا، ولكن أيضا تأتي بالمرتبة الثانية البقاع في عمليات الاغتيال، 16% من الاغتيالات تأتي هنا ب59 شخصا، وهي تزايدت في الفترة الأخيرة بشكل كبير مع ارتباط هذه المنطقة مع الحدود السورية مع عبور الأسلحة والعناصر وغيرها، وتأتي بيروت ب11 شخصا قد قتلتهم إسرائيل منذ 8 أكتوبر حتى يومنا هذا، و52 شخصا قتلوا في شمال النهر الليطاني، وأن هنالك تركيز كبير من قبل إسرائيل الآن على شمال النهر الليطاني. وهذه مسألة مثيرة خاصة وأن إسرائيل على سبيل المثال اليوم
قاموا باستهداف إلى في هذه المنطقة في عين التيني تحديدا في لبنان، وتلاحظ بأنهم ضربوا البنى التحتية كما قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية الخاصة بحزب الله اللبناني. بعض المصادر الإسرائيلية قالت بأنها فتحة لإحدى الأنفاق الموجودة لإحدى مستودعات الأسلحة هي التي كانت هدفا، ولذلك ترى الانفجار بالشكل الذي رأيناه طبعا قبل قليل. وكانت هنالك بعض الصور لهذه المنطقة بعد أن استهدفت وبعد أن ظهر الانفجار الكبير، صورت من أهالي تلك المنطقة تحديدا. وهذه المنطقة مرة أخرى إنما تحدثنا عنها فإنها هذه النقطة التي كانت قد استهدفت من قبل الجانب الإسرائيلي اليوم، وبالتالي هي إلى شمال النهر الليطاني. وهذه المنطقة بما أنها من البنى التحتية لحزب الله اللبناني، واضح أن إسرائيل تريد أيضا إضعاف حزب الله اللبناني في شمال النهر الليطاني باستهدافهم لمثل هذه البنى التحتية، المخازن للصواريخ وغيرها. ويوضح لك تماما بأن إسرائيل لا تستهدف فقط نقل السلاح الذي يأتي من سوريا على سبيل المثال، أو تخزين الأسلحة التي تأتي مثلا من العراق إلى سوريا من أجل إرسالها بعد ذلك إلى لبنان، أو أثناء اتجاهها أو توجهها إلى لبنان إلى الداخل اللبناني. كل هذه طبعا هي أهداف بالنسبة لإسرائيل، ولكن عندما تدخل إلى لبنان تخزن في نقطة معينة قبل أن تصل إلى الجنوب اللبناني، وبعدها توزع على القوات الموجودة طبعا في الجنوب ليقوموا باستهدافاتهم على إسرائيل. بالتالي هنا واضح جدا أن إسرائيل تريد استنزاف حزب الله اللبناني في شمال الليطاني، ضرب بناها التحتية قدر الإمكان، ضرب أي شيء قادم من سوريا متحرك أو مخزن أو حتى عندما يتحرك في الداخل اللبناني. كل هذه أصبحت أهداف واضحة من خلال كل الظروف التي نراها. وطبعا مثل هذه الضربات يوضح بأنهم يريدون خنق حزب الله اللبناني بشكل كبير في الجنوب، وذلك من أجل الإعداد في نهاية المطاف إلى إرهاق هذه العناصر، ومن ثم اتخاذ القرار بالتقدم إلى جنوب لبنان. والأمر منتبه له إيران كثيرا، هي منتبهة لهذه التطورات الميدانية التي قد لا تنعكس في الكثير من التصريحات السياسية أو تفاصيل المفاوضات وغيرها. ودليل على ذلك هو أن إيران عادت وهددت الولايات المتحدة وهددت حتى إسرائيل فيما ممكن أن يحدث إذا ما بدأت إسرائيل بالهجوم تجاه جنوب لبنان. الأمر كان واضحا من تصريحات صادرة من وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني، الذي كان قد وضح وأوضح في الولايات المتحدة الأمريكية بتصريحات قال بأن أي مغامرة ضد لبنان لذلك سيقابل، والمغامرة في لبنان ستقابل برد حاسم من دول المنطقة والعالم وحتى محور المقاومة، وبأن الأمور ستخرج عن السيطرة. بالتالي التهديدات الإيرانية واضحة تجاه هذه العمليات الميدانية التي نراها، والولايات المتحدة تفهم تماما التهديدات الإيرانية بأنها قد لا تكون فقط على المستوى العسكري ومهاجمة إسرائيل أو مهاجمتها من قبل الفصائل، لا أبدا، بل إنها من الممكن أن تتطور إلى مسألة وصول إيران إلى القنبلة النووية، حيث أن موقع أكسيوس كشف في 24 ساعة الماضية بأن الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت تحذيرا لإيران بسبب أنهم لاحظوا أن هنالك حراك لدى العلماء النوويين الإيرانيين مريب للغاية بالنسبة للاستخبارات الإسرائيلية والاستخبارات الأمريكية، ويوضح بأنهم قد يهدفون من خلال هذه التحركات النشطة للغاية من الممكن أن يذهبوا للوصول إلى القنبلة النووية، وبأنهم بدأوا يعجلون لساعة الصفر للوصول للقنبلة النووية مستغلين ما يجري من انشغال العالم في الانتخابات الأمريكية بين دونالد ترامب وبين جو بايدن، محاولة اغتيال دونالد ترامب. اليوم أصيب جو بايدن بالكورونا فيروس الكوفيد 19، والعالم الآن ينتظر متى سينسحب بايدن وممكن أن يأتي البديل له إن كانت كمالا هاريس أو غيرها. بالتالي العالم منشغل بكيفية التغيير وما الذي سيتغير في داخل البيت الأبيض، لأن دونالد ترامب عن الديمقراطيين قصتين مختلفتين بالنسبة للحرب الروسية الأوكرانية أو حتى بالنسبة لما يأتي في القضية النووية الإيرانية. وبالتالي الواضح جدا أن القلق من قبل وكالات الاستخبارات كما تحدثت هو أن تستغل إيران هذه الظروف، تستغل ممكن أي تقدم إسرائيلي تجاه حزب الله، وترى أن حزب الله بدأ يضعف كما هو الآن من خلال الضربات والاغتيالات التي نتحدث عنها، تشعر بالتهديد وتقفز مباشرة إلى القنبلة النووية. وإيران أيضا تعرف تماما وبشكل واضح بأن الأمور ممكن أن تكون سيئة للغاية إذا ما وصل إلى سدة الحكم دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس
إلى البيت الأبيض، لأن هذا الأمر قد يعني ببساطة نهاية كبيرة وصعبة بالنسبة لإيران على مستوى قدراتها لوصول القنبلة النووية أو على مستوى الأموال التي تتمتع بها أو بيع النفط وغيرها، لأن هذا الرجل سيتمتع وسيقوم بإجراءات مختلفة للغاية، وبالتالي إيران قد تحتاج للوصول إلى القنبلة النووية أو تقدم نووي سريع من أجل الخلاص من أي ضغوط محتملة من قبل إدارة ترامب إن فازت في الانتخابات الأمريكية القادمة.